من بدأ النبرة باللفهم؟ يقوم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. نعم. قال رحمه الله: وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فلا عدول من ذنب للاتهم لأهل السنة والجماعة لسنة سوتشي عما جاء به المرسلون المرسلون كما تبث نقرين يهنقري مصنفون بزيه بلو ما لتاتشو إيارون وشارعوا أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك. لا ميل من ذنب للاتهم ولا انحراف انحراف من للاتهم يون انحراف عدول ميل إلو تشمالو يون ومعنى بل هم مقتفون أثارهم الناس يلقون أثاراتهم تكتاوش ناتشو مستضيئون بأنوارهم فبرهاناتهم من دزهو يمستكموناتهم بما بمرسلوش مستضيئون مستضيئ مالد عندهم برهان فتكامي مالد يميابروناتهم مستضيئون يميابروناتهم يعني برهان يتتقموا مهر مستضيئون بأنوارهم بمعن أنوار بمرسلوش أنوار يبرهم مهدون الشق. نعم. ومن ذلك كالزاوس كالزاوس كمكة لاتشوس رسلوش كمكة لاتشوس كما لتنم إثبات صفات الكمال لله يا الله تبارك وتعالى صفات الكمال لا الله مسبد وتنزيهه عما لا يليق به الله دمه كما قد ربث نقر ما صداتنا يترى ما رزقنا فإن الرسول ملك تنيوتو قد قرروا ذلك الأصل العظيم إهن تلك مسرد أطن توالي. وأما أعداء الرسل يرسلوك تكاراني وش تلات وش تن فإنهم قد عدلوا عن ذلك كزي تزنب الوال مالوا عن ذلك. وقوله كلاي بلو مالتو فإنه الصراط المستقيم بلو مالتو ما فينو وإما تنون تحافيو شيخ الإسلام رحمه الله تعليل لقوله يه تعليله مثنياتنا من لم يلو أبابالو فلا عدول لأهل السنة لم يلو تعليله من مالته فإنه الصراط المستقيم لا من كرسلوك كمتبت نقر لمن دلنو ما يذنبلوت تبلو يتطيق أي مسلال مالتنا مكنياتنا ويتناقر يلو لمن دلنو فإنه الصراط المستقيم ملك تنيوتو يمتبت نقر صراط المستقيم نعم. سلزيم أهل السنة والجماعة ملك تنيوتشو كما تبث نقر عدول لله ولزيه ربال لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم صراط المستقيم دمه هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام طريقنا ومنقدنا معتدل يتستكاك ليهن معتدل يتستكاك ليهن الذي لا تعدد فيه تعدد لله ولا سوس طارق لله ولا انقسام عندهم مكفافة لله. أما قول الله سبحانه وتعالى سبل السلام في كتاب الكريم سبل السلام يالا بجمع ما امتأته يا سلام من قدرت بزوم وهنا تشونه يم يا سيو ويس عند سبيل بجانه لا حق له فتبالا سبل برو ويمطورق يالا عند أبو سالي ما امتأته لا خير يا عندو من قدوست يالو يبزو خيرات لما تقوم مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام يساتون سنة سنة بزو أين السنة اللات يعنن وست الله وست يالون يساتون من قد لما لتنون جي كنبي صلى الله عليه وسلم من قد وجي ليلة عمارات خونو بزو من قدوست يالو لما لتنون عند ذاك هنا كلهم تمتوش ناتشو كنبي صلى الله عليه وسلم من قد وجي يالو لتنون سلازي خلاته بزينة من مستخاكله بزينة من لنرمه من قبل من زينة ستفكال. وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة صراط المستقيم كسورة الفاتحة
بالله ما له توسط يتفلقه وصره يهدينا الصراط المستقيم تبلو سيبالي يتفلقه هنا عندهم بما له توسط من سورة الأنعام يتفلقه السنة من بما له توسط وأن هذا صراطي يهيني من قدينه مستقيما قد عليه هنا فاتبعوه تكتلوت يعني من قد تكتلوا ولا تتبعوا السبل يلوش من قد وشن عتكتلوا فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم ان انتن يزو ينتلاتشوهال عن سبيله كالله كتفن يوم من قد عن سبيل الله المستقيم ينتلاتشوهال وهو الذي ندعو الله السكو صراط المستقيم مالت السنة والله تبارك وتعالى من لمنه في كل ركعة من صلواتنا كصلاة تنبي ركعو أن يهدينا إليه ودسن دمران الله من لمنه السنة فهذه صراط المستقيم الله قرآن لي بوصفه ملكو ووصفه أسكمتون صراط الذين أنعم الله عليهم وإن صراطهم للثلث السلال لكن ذاك باب صراط الذين أنعم الله عليهم الله بالنسلين يعماني والله جو سوتش منقج من النبيين كنبياتوش فإنه الصراط المستقيم كالاهن زي صراطو بلاتون كالاهن باللبت يرفع بوتاني يلو لذا بدل هنون صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الثلث متكر لهم من غير البدل يكدر لفل نعم من النبيين كنبيات والصديقين كصديقين والشهداء كشهداء اتنا والصالحين كصالح اتشي الذين اتوا من يتبالوا أنعم الله عليهم يتبالوت معلنا يقدم لي لمن أراد الإعراب وأن هذا صراطي هذا يميله اسم إشارة يا أن سمنا صراطي ميله خبرنا مرفوع بالضمة المقدرة مستقيما ميله حال منصوب فذا والجملة معطوفة وأن بلون فاتبعوه الفاء هي الفصيحة ولا تتبعوا السبل نحن فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا جه صراطي من قدنا مستقيما قد يلسلهم فاتبعوه تكتلوت ولا تتبعوا السبل من قدنا تكتلوت سبل بلوالات ينقدي سبل الضلالة من الناس ما لهن الرجال بزونات يتمت من قد عند عجلهم تمت بزونه يحق من قدنه عندي هنا ونجي يتمت من قد بزونه نعم عندنا بوت علي سبل بلو من تعطي خير من قد قد انت ناكر الزاوية نبي يوسف النوس يعني صلى الله عليه وسلم من قد يقلو صلاة وصوم وزكاة ومن يتبالي بزو نقرات الشعب يعني اللي معنا الشرط أي أن الصراط المستقيم صراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره باعتقاد النابل لهم مرسلوا الشيء مطبس وسلكوا أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم الله نعماني وعلى الله تسوس من قد نور أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام من أين النعماء الله وعلى الله تسوس المطلقة التام ملو يهونا ليلي لوس الله تبارك وتعالى يسدوا نعمة تامة للم لمسالي لكافروتشو الله قنزب ستوتشو عندنا لسن كافروتش ترو نرو عندهم ما عندنا من الله الله كنت أقولوا لسال لكليم ملو مطلق عين التام هنا سأقا يالله اسكمي مسل درس مالك بعد تقام يلوحشو الله أهون تاريا الله تبارك وتعالى الذي سويت أجون ستوتشوا الله نعمون ستوتشوا نجرجن
كل أكفي هنا نعمة نوي سويت شو يزود كتب على عدل سلزينه أنا عم الله عليهم بلل النزين ينتل من قد مراني أنت نعماني والك الله شو سويت من درسي بال الله للنزي مولو نعماني سطاتشو نعمة الدنيا والدين نوي سطاتشو نيا دعاء ياد الرجل ينصر من قد مراني بلن من الله شو يسويش أما كفاروش ومنافقوش يتسطاتشو نعمة من أينتنا ناقصنا من ناحية الدنيا نوجي من ناحية الدين يغنيت نعمة يلا سلزينه يا الله نعمة هو للتائمة كل الله نمن لمنه يتمالى نعمة السلطان نعم المطلق التام ملو يكون مال المتصل بسعادة الأبد كزلال ماوي سعادة قوي من الدلين النسكة يتكد ألمان وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم وهم النسوناتشو الذين هم الذين النسوناتشو أمرنا الله الله عزيزا أن ندعوه دعا عندنا درقوا أن يهدينا لمران طريقهم ينسون من قد فهؤلاء الأصناف الأربعة النزا أردت أين توجه هم أهل هذه النعمة المطلقة يملوا نعمة بالبيت توجه النسوناتشو مطلق هنا نعمة كامل هنا مالتنا النعمة الكاملة مالتنا النعمة المطلقة مالتنا يملوا نعمة بالبيت والتنسونا وهم إنما الناسوا بدرجة النبيون الصديقون الشهداء والصالحون النبيون يملوا جمع نبينا يا نبي جمعنا نبي يمبالوا كذب في الفال وهم الذين اختصهم الله بنبوته الله تبارك وتعالى بنبي الناس ينتلاتون هي نبي يمبالو نالباتم قالو يتوسدو كنبوانو ميهونو النبوة هي الارتفاع كف كمال فسو بليس لهم وين دمو من النبأ نو نبأ فتبال من الخبر ورينو لأنهم ينبؤون ما لا ينبؤه غيرهم كالنسوتي يما ينقرون سلامي ينقراتشو نبأ سلامي متالاتشو كذا فيسو نبي تبلوان نعم وهم الذين اختصهم الله بنبوته الله بنبينته نتلاته ورسالته النزينة نبيات سنة نبيات سبال عندنا ما أني قبار بسال يقول رسول يتبال كل من دلنا نبينا سلذين نبي سبال أي رسول بفلق ما نوره رسول بميله يمتال بلا ما تبك إلا بلا نبي سبال عندما رسول من لهم يتفلق البتال من عندما سلنوح سيورا والنبيين من بعده كالسبو هلا ودنبرتم نبياسا لذي وحيا درقنا يدي رسولوك دوم أول الرسول نوح بلو دليل سيامتا يهنن يامتا لالو عندما نكتا أول الرسول بلو كنو أول الأنبياء من المدى أول الرسل بلو دليل من المدى مثل ما والنبيين من بعدهم من لما لا تنسى فلقوا مالنا والنبيين من المدى زي القرآن عليه والمرسلين من بعدهم نبي بمعنى المرسل هنا سلمي مدى مالتنا وبذي معنى لمدى أبطل وتقدم تعريفهم نبي من المدى تعريف الفوال رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ذيك تبليغ الفوال نعم الصديقون هم ذرفنا يا متى الصديقون يقولون جمع الصديق يا صديق جمعنا صديق اسمه من ماله هون مثال أبو بكر الصديق يا عيسى النات من النات أمه صديقة صديقة نات نفسه عائشة من دنا من له صديقة بنت الصديق بلنا من له من دنا وصديق ماله كتب على وهو المبالغ في الصدق والتصديق بصدق النا بتصديق أرايد الرسم هذا مبالغ بتعام دكان يدرس في الصدق بصدق صدق ما لطونة فيني مثلا والتصديق ونفس النجار ودم ونتنا ولوما ما قبل هم يندر بسوي شجر ونفس من النجار هذا لراس ويايا ونا يسمون ونفس النجار نجار جن ونس في النجارة وتشكل على عندنا نسوا طوله يكبله ونس في النجارة لمثاله
በሰሞኑን ንሰድስቲ ሐቅ ነው ብሎ ሲሰራ ኖሯል ይሄን መውሊድ እውነት ተነገረው ምንም ሳያመነታ ስንታበት ይታገልልኛ ለሐቅ ለዲን መስሎና አይደለም ብሎ ቶሎ ምንም ይላል ተጠፍም ይላል እንዳያችሁት ደግሞ አንዳንዶቹ በየፌስቡክ ግድግዳቸው ላይ ለጠፈው እንዳያችሁት ምን የሚል ቲሸርት ሁሉ ባለፈው ተናገር ያለህን ነገር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዬ ባደረኩት ነገር አላህ ጀሀነምን ካስገባኝ ያስገባኝ ይሄ ምንድነው ድርቅና ያው የቀደሙ ሰው ለአላህ ብሎ ነበር ለዲን ብሎ ነበር ሲያደርገ የነበረው ሲነገረው ዲን ካላዘዘው ያላህ ይፈልግበት ነው አላህ ካላዘዘው ምን ከዚህ ጋር ታገለኛል ብሎ ይለቀዋል ማለት ይሄኛውስ ከፈለገ ጀሀነም ያስገባኝ አልተው ሱብሃንአላህ ይሄን ድርቅና ነው መጨረሻ ድርቅና ማለት በርግጥ እቺ ቃል የመጣቸው ከቁደማ ሱፊያ ነው ከቁደማ ሱፊያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ድርቅና ወሬ የሚያወሩ ነበር ከነሱ ነው የተወረሰው ማለት ለዛ ነው ومن قواعدهم ድሮ ካሉት በጣም ያው ካፊር ናቸው ብለው ከተحكمባቸው ውስጥ ምን ብለው ያሉ አሉ اللهم ان كنت عبدتك خوفا من نارك فاغرقني فيها وان كنت عبدتك طلبا لجنتك فاحرمني منها انما اعبدك لحبي اياك اني ما ملك سلا موده فيتشا نو انجي جنته نفلقي كونه كلكلين عذابهم بيي دمو كونه كتتاي عذابهم بلاو سلا موده فيتشا نو ما ملك بلاو يتناغروان ሸይጣንን ተጠላዋለህ ወይ ተብሎ ሲባሉ ምን ቁደማ ኢሱፊያ ምን ብለው ይመለሳል ለሸይጣን ለመጠላት ቦታ የለኝም እኔ ልቤ በምን የተጨናነቀ ነው በሁብ የተጨናነቀ ነው ፈልሰፋ ያ اخي በጣም መጥፎ የሆነ ፈልሰፋ ነው الله من جاء القران له انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ايه سلام بيعوچ ሲናገር ነው الله تبارك وتعالى ይሄንን ያለ انهم كانوا يسارعون في الخيرات بخيرات لي يتشاكلوا نبر ويدعوننا رغبا ورهبا يفروا الله عذاب يكتنيهم بلو يسقونهم انبياءه الله ان يملكوا انهم دم الله تبارك وتعالى يكجل ورغبا يكجل ورهبا يفر لا الله تبارك وتعالى خاشع منهم بزيلت ما يملكوتنا عباده سيسرى ان ذي نغروس منور አለበት እንጂ እኔ ጀነት አይደለም አላማዬ ምናምን አይባል ጀነት አላማህ ካልሆነማ ኢባዳ አይደለም የሚሰራው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በተደጋጋሚ اللهم اجرني من النار ይሄንን እንግዲህ ጧትና ማታ ዚክር ላይ የማታው ዚክር ላይ ተቀምጧል ፀሐይ ሲጠልቅ ከምንላቸው አዝካሮች ውስጥ አለ እንዲሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተደጋጋሚ ተዓውዝን አስተምረውናል من عذاب الله ومن عذاب القبر ومن اخذ الله الشديد يهن الله تبارك وتعالى بقطاته اندا تشاكلبن دعاء عندنا درك انزلنا لنا هي فصوم كقران كحديث بتام كبزو القران ايوتنا بزو كونه القران ايوت غير دمو كبزو حديث ما فرجرتش كان ميغاچ عينت نغيرنا انا اذا عينت درقنا يتملابت نغير يناغرو بتام بزوچ አሉ انذي اهون يعني الصوت ما من نبره تصديق عندما تسوي مشجره صدق عدلم ونت من نقره عدلم تصديق يشجره عدلم متو سينقره عندما يعمل هنا يعني حق نوبية نبره إذا بزو نقره جنس ميتها يهون يما عندما تسوي نبره تتشوه اللي هو مالت يكبدا تشوه اللي هو بكا من يفلق عدلم مالت رو كذيبة في ذليه دبت من قد هلو مبرر يفلق عدلم كندقنا يا نقر تككل ما هونون مياسر دبت ميلاك باتش يفلق عدلم ይሄ ትልቅ ጥፋት ትልቅ አንድ ሰው عليه الصدق وعليه التصديق እነሱ መናገር አለበት እነሱ ሲነገረው ደግሞ እነሱ ነው ብሎ መቀበል አለ አቡክር الصديق صديق የሚባለውን ማዕረግ ያገኘት መቼ ነው እነሱ ነው ብለው ማን ነው እነሱ ነው የተናገሩለት ነው ወይስ እነሱ ነው ብለው የተቀበሉለት ነው ብለን ስለ ተصديق ነው እንደውም ይሄንን ያሰጣቸው አንተ ጓደኛ አሏቸው የሚዕራጁለት
انت ጓደኛ ሀለውን አልሰማህም እሳቸው ደግሞ አልሰሙም ነበር እንዳጋጣሚ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማ ሄደው ከዛ ሶላት ተቀብለው ያ ሁሉ እንግዲህ ያንድ ወር የሚያስከድ መንገድ ሄደው ከዛ በኋላ ስንት አመት እንግዲህ የሚያስከደውን ዛሬ ሰዎች በተወሰነ መልኩ እንኳን የሆነን ርቀት ለመሄድ ስንትና ስንት ሮኬት ተጠቅመው የሚሄዱትን ይሄንን መንገድ እንደዚሁ በአንዴ በቅጽበት ሊያውም ፍራሽ ሳይቀዘቅዝ የተኛሁበት ሁሉ ሙቀቱ እንኳን ሳይቀንስ መጣሁኝ ደርሼ መጣሁኝ ተብሎ ሲባል በጣም ለማመን ይከብድ ነበር حتى فتنا بعض الصحابه ይሄን ወሬ ሲሰሙ የተወሰኑት ግርስ ካላቸው ድረስ ነው የደረሰ ማለት ነው አቡክር ስዲቅ ሙሽኮቹ መጣው አልበቃህም ዳር ያሏቸው ማን መሐመድ ያላና አልሰማህም ዛሬ ወደ ቤተ መቅደስ ሂጂ ቤተ መቅደስ ያምባዎችን አሰግጄ ከዛ አላ ወደ ሰማው ወጥቼ ከዛ ለዚህ ሆኜ እዛው ርጄ እንደዚህ እንደዚህ አለኮ ብለው አሏቸው እንካነ قاله تقصد قال እነሱን ነው ያልሰማው قال እነሱን ነው ይሄ መጨረሻ የተስፊቅ ጥግል ሰው እንደዚህ ነው እንግዲህ ለሸሪዓው መሆን ያለበት ቆይ እስቲ በእንትን ይጣራ እስቲ ምን ይላሉ ዶክተሮቹ እንንተና يا اخي انت مالك ولي الدكتور امامك كتاب الله امامك سنه رسول الله يعني يا نبينا عليه الصلاه والسلام سنه مكتل دي ليلا ليلا مفتشا وسط اسكبتن كذا هلا الناس سيارغاغطوا عند عند يقين يمطالنا راسو عيتاتوا على لازم يونه سو سيناغرنا لذي نو سوت يتنسوا عالم يونه سو احكام الشريعه وعندهم طلق يونه الشريعه حكموت سياورا ከሚደሰቱት የበለጠ በጣም ግንባሩን ሊስሙት የሚቀርበውና የዝ በጣም የሚደሰቱት ማንን ነው ብለን ስንል የሸሪዓዊ ነገሮችን አጣምሮ ማድይ ከሆኑ ቁሳዊ ነገሮች ጋር ያያያዘ የሚያወራን ሰው ነው የሚያከብድ ለምን እንደው ብላችሁ ጠይቃችሁ ለምን እንደው ተብሎ ሲባል ተስዲቅ ስለሚቸግራቸው ተስዲቅ ስለሚቸግራቸው እንጂ ተስዲቁ ባይቸግርማ ኖሮ የአላህ ኪታብ ላይ ሲያገኙት ገና እዛ ላይ ያበቃለት ነበር ማለት ነው ስለዚህ አላህ ይጠብቀን ትልቁ በዚህች ሸሪዓ ውስጥ የሚያስፈልገው አልኢማን ቢልገይብ አልኢማን ኢማን እኮ ነው የሚያስፈልገው ማመን አይተነገረንም ማመን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው እና ስድቅ ማለት هو المبالغ في الصدق والتصديق ነው በصدقنا بتصديق ምን የሆነ ማለት ነው ጥቂት ደረሰ ማለት አይ المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الاخلاص لله لا الله تبارك وتعالى اخلاص ملوك ما هو قال نبينا عليه الصلاه والسلام بمكتل من دجه مبالغ يا هنا طعم يكتل ماشي صديق الله انقدي كنبيات بها لا تلق بمعرج من دنا مالنا صديق ماشي الشهداء جمع شهيد الذين هو الشيخ صالح العثيمين رحمه الله صديق يا هنا سو لاي صلاه الجنازه يسجد على المتتبال አይሰገድም ሹሃዳዎቹም በቅቶላቸው አለ አይደል? ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፋ ቢባሪቀቲ السيف على راسه الفتنه يسيفو بلقታ ዛ ጥንቅላቱ ላይ ተንባለጨው ወይ ማንገቱ አከባቢ ተመታበት በዛ ፍትና አኸተመ በቃ አይፈተንም ሱ عذاب القبر የለበትም ብላ ነው عذاب القبر ማለት ነው አዛ ወደ እንትኑ ወደ ሶላት الجنازه عذاب القبر የለበትም ወይ ተብሎ ከተባለ አው عذاب القبر ማን ነው ጥያቄው ፈተናው ራሱ የለባችሁም عذاب القبر ሳይሆን ራሱ ፍትነቱ القبر ራሱ ማለት የለባችሁም ብሎ ለምን እንደና የለባችሁ ከሹሃዳዎቹ ስለሚበልጡ ሹሃዳዎቹ ላይ ይሄ ሐዲስ መጥቷል ሹሃዳዎቹ ከሌለባችሁ እነዚህ ደግሞ በበለጠ መልኩ የለባችሁም ነው እሺ ሶላት الجنازه በተመለከተ ሶላት الجنازه ሹሃዳዎቹ ላይ አይሰገድም እንደምታውቁት ለምንድን ነው የማይሰገደው ከተባለ لانه مشهود له መጀመሪያም ተመስክሮለታል እኛ ደግሞ ምን ሰግደው ለምንድን ነው ሸፋዓ ለመሆን ነው فما جاء في الحديث الا شفعهم الله فيه اربع ሰዎች አይቆሙም በአላህ ላይ ማጋሩ አላህ ሸፋዓቸውን ቢቀበላቸው እንጂ ነው የሚለው ለሸፋዓ ነው መንቆመው ይሄ ደግሞ ሸፋዓ ያስፈልገው በቃ مشهود له ለዛ ነው የሚቀበረው እንደዚሁ ማለት ነው نعم ስለዚህ ይሄን ሶላተ الجنازه የሚለው እንኳን ስድቅ ላይ እንሰግዳለን ነብዩም ላይ ተሰግዳል እሺ الشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله شهيد يتبالو بالله من قال لي
يتجدل ماله شهيد سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة بجنة يتمسكر الله سلوهنا ولأن ملائكة الرحمة تشهده ملائكة الرحمة سلم يستعطف ثمنه اندزه كما جاء في مناقب بعض الصحابة عنده فصحب الجوس وطو متنبر وهلا لي ملكتني عليه الصلاة والسلام سلزي سو سنقروا ملائكوتو اندات أبوت ارتفت هاي انتوال صاحبوتو مبرقت وهانا قراج انتوال بوتاولك كذا خلا من دنو بلو سلو ملائكوتو اندات أبوت تناقروال بذيهم يتنسا كان يقال له غسيل الملائكة ملائكوتو يات أبوت تبلو يتاوقنا بريلا عندهم دمو وكان بعض الصحابة إذا ذهبوا به إلى قبره خف جنازته يسو جنازه ألا لحجه نوم بعض المنافقين دزي أو الربات بالا من دنو جنازه دزي ميكالو من عم بلو قالوا يا الله مثلني عليه الصلاة والسلام حملته الملائكة ملائكته تشك موتنا بلو بلوال فلذي من نزي بزو يهونو حديثه شالو من النام يهونو ملائكته اندام يقنيو ينزيهن سوش جنازه يقنيو كفلوتون أطروال كفيلوتشون دمو تشكموا هيدا والليو كصاحبوتو تاريخو اندمنا قنيو والدنو سندو صحيحون وبمتا تلايو حديثو تشستو نعم سلازي ملائكوتشو سلامي قنيو عندهم دمو بجنة يتمسكر اللات سلاهونا يو مجمرو ك جنة سلا تمسكر اللات لأنه مشهور له بجنة ولا تنيوس ملائكوتو شهور سلهونو شهور مالك الزابو تالي سلسة قنيو مالك الذي بولتهم ملكو شهيد شهيد نوم بيسجر بس من تقرأي مالك اللهم اكتني عليه الصلاة والسلام لزينو حجة الوداع أدرقو كمتو وهلا يوحود لا يموتوا صحابو تلي هيدو سجدوا كالمودعي للأحياء ولا مواتلة لهوتي اللوتنم تسنابتو اندمتو هلو حجة الوداع علي منبت حجنا يمجمنا من درشاتهم حجنا الزالي سون تسنابتو لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فالزي عامز وحالا اني لا لقنياتو هجلال له قلوا لي اللهم سنعني عليه الصلاة والسلام يعني نمت آما دلقو حجة الوداع علي كتناقروا وحالا يموتو تندمو وحود لي متو اللهم سنعني عليه الصلاة والسلام زجروا سجدوا باتون ثلاثهم بتقلوا لغلاتهم جنازاتهم لك يموتوا باتون أبراتهم لك ما سجدوا ثلاثي كذيهم من ناقن يالل بيسجدوا باتون تقري اللهم بيسجدوا باتون تبقى باتون شفاعة لما يسبل لقونه بيسجدوا باتون تقري الصالحون هي قلن شهيد من البالو يولاتهم أهوننا بزو لو يفتنا من عامل ان دزي نقر سلام يشقر ان بزو جزي فتنا عليه سلام منور كفتنا ببتا قطر فتنا عليه سلام منور أدقان انجي بزبلو قرقر يموتا كله شهيدا يبال بقرقر كله يموتا شهيدا لذين هولت مثلا اندي تارج ماستا وصل دايهون البنية انجي هولت انده مدفو وهنا ملكو يتنسخيتنا بنورنا فلت مسلم اننا مسلم يونو سوش بيقادلو يتنعون شيء سوش فلتهم شهيدنا ولا الناس يعني يوم ينجا شهيدنا إلا لينجاهم ينجا شهيدنا إلا فلتهم شهيداتهم فلتهم يفيتنا مواشوشنا شو فلتهم ليسجد باتشكا فلتهم شهيداتهم فلتهم شهيداتهم يفيتنا الوسط يموتوا سوشنا شو سلزي مستنكا كأسفل قانوانا يفيتنا قدين إلا وشهيد الناس إلا قدين الصالحون صالحك جمع صالح يصالح جمعنا وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده صالح مالت من مالت كتب على يا الله حقك مبتوكنا عندهم يباروكن مبتوكنا بزالي يقوم سوى القائم بحقوق الله يا الله حقك دبقا ما بتوش يا الله نبتو تشوكو بذا ما بتوش لا يقوم عندهم يبارتين ما بتعوق صالح بالا
የባሮች ሲባል ሰዎች ይገባሉ ጂኒዎች ይገባሉ በሐቁቂ ዒባዲሂ ለዚህ ነው አንድ ሰው ለላህ ወልሰኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአጥንት ስንጃ ከማድረግ ከልክለውታል ለምንድን ነው በአጥንት ስንጃ ከማድረግ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት انه طعام اخوانكم من الجن كجن يهونو ወንድሞቻችሁ ምግብ ነው ወሰን ማለፍ ነው እነሱን መበደል ነው ብለው ያላህ ወልሰኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ነው የከለከሉት ስለዚህም ጂኒዎች ላይ ምራሱ ወሰን ማለፍና ማዘለም አይቻልም ማለት እሰሶችም ማዘለም አይቻልም እዚህ ላይ ዒባድላህ ተብሎ ሲባል አላህ የፈጠራቸውን ፍጥረታት ባጠቃላይ ይገባል ለዚህ ነው አንድ ሴት አላህ ተባረከ ወተዓላ እሳት አስገባት በአንዲት ድመት ሰበብ ላህ ያጣመተሃ ወላህ ያርሰለተሃ ታኩሉ ምን ኸሻሽ ጠርብ ከምድር ምናምን እንድትበላም አለቀቀቻት ወይ ደግሞ ኒዛም አልመገበቻት ብለው ተናግረዋል የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ሑቁቁ ልዒባድ ሲባል የእንስሳው በሱ ስር ያሉት ባሮች ምናምን ይገባበታል እኔ ገዝቼዋለሁ ብሎ የሚለው እንኳ ማለት ነው እሱማ የሚያሰራው ሰራተኛ ምናምን ከሆነ የበለጠ ከዛም የበለጠ ሐቅ አለው እና ያንን መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ያው ሸሪዓ ያስቀመጠውን ሐቅ ማለት ነው ይሄ ዝም ብሎ ከጊዜ በኋላ መብት እየተባለ የተጨማመረው ነው የቅጥልጥሉን ሳይሆን መጀመሪያ የነበረው ነው አስል ትክክል ለሱ የሚሆንለትን መብት ሰውየውን ይጠብቅለት ይገባል ለምሳሌ አንድ ሰው ሰራተኛ ካስገባና ከሰራተኛ ጋር የሚኖር ከሆነ ደሞዙን በትክክል ይሰጠው ሰዓቱን ላያዛንፍበት አንድ ቀንም ቢሆን ቆይ ብሎ አላ አስፈቅዶት ካልሆነ በስተቀር መብቱ ነው ያ ሰው ሐቁ ነው መጠየቅ ይችላል እሱን ሊያሳጭቀው አይገባም ያንን ሰው ሐቁን አንድ ቀንም ቢሆን ሊያዛባበት አይገባም አስፈቅዶት ካልሆነ በስተቀር ሊያቆይ አይገባም አስፈቅዶት ዛሬ ነበረ እና ዛሬ ልስበህ ወይስ ነገ ልስተህ ብሎ አንድ ቀን እንኳን ሊያሳድር በዛ አይነት መጠየቅ አለበት የሱ መብት ስለሆነ ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ተራ ነገሮችን እንደዚሁ በአንዳንድ ካሴዎችን የመሳሰለት እና ደግሞ ተራ ነገሮችን ሁሉ አምጥተው ይጭናሉ ይሄ በጣም ጥፋት ነው የሆነ ቃል ሊሰብር ይችላል የሆነ ያላየውን ያየውንም ሁሉ አምጥቶ ላዩ ላይ ይጭንበታል ነው ይሄም ተገቢ አይደለም የአንድ ሰው ኻስ የሆነ የሚያሰራው ሰራተኛ ከሆነ ኻስ ሰራተኛና አም ሰራተኛ ተብሎ በሁለት ይከፈላል እጅራ ወይም ደግሞ ምን ቀጥራቸው ሰዎች ኻስ የሆነ ሰራተኛ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ወሰን ስታላለፈ ድረስ ከፋ አይደለም በሸሪዓ ስለዚህ ያንን ማየት መቻል ያስፈልጋል ነገሮችን እንደው ከዝም ብሎ ከመንገብገብ ስሜት ወጥቶ በሸሪዓዊ እይታ ማየት ተገቢ ይሆናል ማለት ታዲያ ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው ሳሊህ ለመሆን ጥሩ ለመሆን ጥሩ ካልሆነ ሰውየው ጣሊህ ነው የሚሆነው በጣዕ ነው የሚሆነው ባድ ወጣ ጣሊህ ነው የሚሆነው በጣም መጥፎ ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው ከሳሊህ እጭ እንግዲህ ያለው ያን አራት ደረጃ አለ ከዚህ ውስጥ ቢያንስ ሳሊህ ለመሆን ሰውየው መጣር መቻል አለበት ሳሊህ የሚሆነው የሰውን ሐቅ አለመንካት ነው የአላህን መብቶች መጠበቅ የአላህን መብት የሚጠብቀው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በብቸኝነት ማምለክ ነው የተለያዩ ዒባዳዎችን ለአላህ ማድረግ ነው እንግዲህ ብዙ አለሱና የምትለው ሁቁቁላህ ላይ ጥሩ ነው ሰላት ይሰግዳል እንዲሁም ደግሞ ሽርክ ምናምን ላይ አታገኝም አልሐምዱሊላህ ይህ ትልቅ ኒዕማ ሁቁቁ ልዒባድም እንደዛው መጠበቅ አለበት ሳሊሕ ለመሆን ሁቁቁ ልዒባድም መጠበቅ አለበት እና እዛም ላይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ማለት ነው ና ወሲራጡ ሲራጥ የሚባለው ታረተን ዩዳፉ ኢለላህ ተዓላ አንዳንዴ ወደ አላህ ይጠየፋል ከቀውሊህ ተዓላ ፊል አያ من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونصبه عندنا دي من قدو يا الله من قد شبال قرآن لين ناس تقول لين هون الزيلة له وأن هذا صراطي نملو يعني من قدي يا لن والله صراط تارة يضاف إلى الله عندنا دي هو ودى الله تضيفون من نبينا من قدي يا لن ودى الله تقدسه تاني لمن دلنا ودى الله አስተገተ የተናገረው ከተባለ لانه هو الذي شرعه ونصبه ይሄንን መንገድ የደነገገው እሱ ስለሆነ ونصبه እሱ ስለሆነ ያቆመው ማለት የደነገገው ማለት ነው ያው ተፈኑ ነው እንጂ ያው شرعه ونصبه እሱ ስለአቆመው ይሄንን ሸሪዓ ወታረተን አንዳንዴ يضاف الى العباد ወደ ሰዎች اضافه ይደረጋል ምን እንዳለው صراط الذين انعمت عليهم انت نعمه ني والكلاچو سوت منجد تبالا አሁን ደሞ መንገድ ወዴት ሄደ አላህ ኒዕማውን ይዋልላቸው ሰዎች አደረግነው ቀደም ሲራጢ ብሎ ነበር
ሌላው ታለይ ደሞ መቶ የምን ይያለው ሲራጥ الذين انعمت عليهم ይያለው ወደ الناس ያስተጋም ወደ الناس ደሞ የተጠጋበት لانهم او لكونهم سلكوا الناس ያንን ስለተጓዙበት ነው እንጂ መንገዱን አውጥተውት አይደለም ስለተጓዙበት ነው ምን ይተባለው ሲራጥ الذين انعمت عليهم ይተባለው ስለዚህ አንድ ማና ነው ያለው ማለት وفي قوله صراط الذين انعمت عليهم تولوا سبال تنبيه تنبيه الله على الرفيق في هذا الطريق بذب ودانا لي رفيقوچن تنبيه ያደረገ ነው رفيقاچن ማናቸው የሚለውን ያሳየ ነው ማለት ነው ያነቃ ነው وانهم الناس ማናቸው هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الناس ليزول عن سالك هذا الطريق ይሄንን ጓዳና ከመሄድ ሰው ላይ እንዲወገድለት ነው ይሄንን አላህ ይነገረው ምን እንዲወገድለት ليزول وحشة التفرد عن اهل زمانه ከዘመኑ ሰዎች የመነጠል የተፈረድ ወحشة ውስጥ እንዳይገባን የመነጠል ጭርታ ውስጥ እንዳይገባን وحشة التفرد እንዳያጠቃው ነው ሰውየው ይሄንን የተነገረው አንተ ነገር ሙሲባ የሆነ ነገር ሲመጣ ሰው ስለ ሙሲባ ስትነገረው ይቀልለታል አይደል? ለምሳሌ አንድ ልጅ ያጣ ሰው ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ አጥቶ ሰብር ያደረገ ሰው ስትነገረው ምን ይላል? አደን ቢልብኝ ይላል። ስለዚህ ሰብር ያደርጋል ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሲራጥ الذين انعمت عليهم ብሎ ያመጣው የነቢያቱ መንገድ እንደሆነ የሲዲቆኖቹ መንገድ እንደሆነ ያመጣው ለምንድን ነው? እዚ የሚጓዘው ሰው ጭራሽ ይልበት ወሽተ ተፈረደ የብቸኝነቱ ጨረታ አጥቅቶት አረ ምን እኔ በምን አቅሜ ልወጣው ነው ብሎ እንዳይ ካንተ በፊት አንቢያዎች እኮ አሉ ካንተ በፊት ሲዲቆኖች ነበሩበት ይሄን መንገድ ብሎ ለማስተዋወስ ነው ማለት ነው ያንን ለመንገር ነው ليزول عند وجهنا هي تنغرو عن سالك هذا الطريق سالك مالك هاج مالك سالك ماشي هاج مالك هذا الطريق يهن المنجد امي هدو سو عند وجهدلت نو من عند وجهدلت نو وحشه التفرد عند وجهدلت نو عن اهل زمانه كزمانو سوتشي اذا استشعر كتسموا ان رفقته يسو ጓደኞቹ على هذا الصراط فزي منجد لا يسو رفقاؤه وين دم ጓደኞቹ الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون موناتهم كتسمع من يوجدلثا منجدو شر ያለ ነው ብሎ ከማለት ይወገድለታል ማለት ነው በዚህ መንገድ ላይ ተላልቅ ሰዎች እንዳለፉ ያውቀና ይጽናናል አረ እነሱ ሄደውበታል ይያለ ይጽናናል ማለት خير ثم اورد الشيخ رحمه الله فيما يلي كذام شيخو በሚቀጥለው ላይ አምጥተዋል نماذج يتوصنوا ናሙናዎችን من الكتاب والسنة والقران كحديث تشملوا متقللوا يهونو ናሙናዎች ናቸው على اثبات اسماء الله وصفاته يا الله انسموتنا بحرياتك بماسبتنا وفيما يلي يراد ذلك በሚቀጥለው ውስጥ እነዛን ይራድ እናረጋለን እናመጣቸዋለን አልስትዝላሉ استدلال المدرك على اثبات اسماء الله وصفاته بالله سموتنا بحرياتك مسبت لي من القران الكريم الجمع بين النفي والاثبات في وصفه تعالى والله تبارك وتعالى وصف وصف نفينا اثباتا مسبسبي وقد دخل في هذه الجمله بذيك جمله وسط جبتوال الى في هذه الجمله بذيك عرفته نغروس من بمثلوا عرفته نغروس ايش يتبالچو عرفته نغر مندنات كجيت من بلا نفر وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات الله تبارك وتعالى السوره بسيمه بتنا بوصف بس نغر بنفينا باثبات ما هكل سبسوال يميل قال اصلف لك እና በዚህ ውስጥ ገብቷል ما وصف الله به نفسه ከዚህ ውስጥ የሚመደብ ነው ማለት الله ራሱን የወሰፈበት ነገር في سوره الاخلاص بسوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران يقران عند ثلثኛ በመታ በመተስተካከለው ይሄ እንግዲህ አጅራን
أو ثوابا لا إجزاء أو جزاء لا إجزاء ما أعرف إيش قال جزاء لا إجزاء بإجزاء سهون بجزاء بجزاء تعدل ثلث القرآن القرآن عند سوستنيا تأكل هذا نقول قل القرآن عند سوستنيا تابك أقوال لك شوي تقولوا بيبال أتابك أقوال إجزاء أتادر قوم قل الله ربي وكأنك سورة البقرة يورد من البر يهول له أحكام يزو سورة النساء يهول له أحكام يزو يورد من البر في مساس سورة الليلة سورة وشم مالكنا إجزاء أدر قل جزاء قل عند الزال تادر ثلث القرآن ما يميله لهم حيث يقول الله بميل قدي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلوسيل الله راس بمنا بمن درنا يوصفه عند بوتا بنفي عند بوتا يسبته لا راس من يسبته نجر الله لا راس نفي من يرقه نجر الله مثال قل هو الله أحد الله أحد مهون يسبته الله الصمد شيل الله الصمد مهون يسبته لم يلد ولم يولد في الدماء كالسلي نفي يا رجل والله ولد والد نفي يا رجل ولم يكن له كفوا أحد يهم الذي هو نفي يا رجل وقد دخل في هذه الجملة أشر وقد دخل في هذه الجملة التي تقدمت وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة فقرآننا كحديث إهن المدلل إنه عم تصفل لجماله زملو على ورم قاعدهم كقرآن كحديث يوم التعلمية يا صينا عنديت الله تبارك وتعالى بنفي النبي اسمه مهكل برسوله اندسر السبع عنديت الله رسول دوصفه يا صينا المان بنفي وصفونه لا إثبات وصفونه قل هو الله هذا لا مثال عصفور مجمل نعم وبدأ بسورة الإخلاص بسورة الإخلاص جمر المؤلف لمن لفضلها درجة سلالة سورة الإخلاص سورة الإخلاص من قريب الله تبارك وتعالى كل النقر ككلام هلو قرآن يبلأت كقرآن استلمه كسورة سورة يبلأت كسورة سورة يبلأت كسورة الإخلاص هلو بلأت سورة الفاتحة كما جاء في الحديث أعظم أطول سورة أعظم سورة في القرآن أعظم كتب على أعظم أنهم يساجون دي طولنا بالنم برزماني كهونا رجم هذا نقر قل رجم سيهان أعظم بعظمة تلقوا سورة الفاتحة كنزيوس أعظمة كان لا تجوز هنا من مكاتته سورة الإخلاص اللهم سنع عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن بلوان لما نيوم بسورة الإخلاص جمره لفضلها بلوان وسميت بذلك زي لفضلها ما لسه لمن تادى كسورة الفاتحة لم بسورة الفاتحة الجمرة من ذات فضل إلا أجل بقى هن تعليل أستمتع وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله إخلاص يتبع لتشو مكنيات إخلاص ما لمن ما تراف ما لمن أخلص ما لت أدرى ما لت أخلص أدرى يتنجون من الله أدرى وهنا من الديون أدرى من الباله أخلص من الله زين إخلاص سبالي تفلقوا لأنها أخلصت في صفات الله للا بداية إن قربات سإن قربات بالله صفالي بتشانو يتنقرتشو قبل لما نسكب ترشا من توره وصلا من دنه سل الله بتشان سل الله بتشان سل تنقرباتنا سورة الإخلاص يتبالتشو إهان بقوله ولأنها ولتن يوم اثنين دماء سل هنا تشمنو تخلص قارئها من الشرك قارئان ما بقول كشرك سلم مثال قدوه إذا كان يؤمن بها إذا كان يعرف معانيها ويعمل بها إذا قلنا نجي لتخلصوا متشلوا ولتقلقلوا متشلوا وسنت قلوا والله هذا زو قبر لي قرأ يحبوا قبر جاب لك قلوا والله هذا الله صمد لم يلد ولم يولد له إذا قبر لي هون من لا إله إلا الله يالو لا قبر سجود من يرجو سوى تاتهم لا إله إلا الله يالو يذكر عنه سجود يورد لا قبره ما لدي ولا تبعن سبحان الله لا إله إلا الله بملاساته يتوحد قال لنا قرانه بقنبارات شو دمه يستنون لغير الله
ይሄ እንግዲህ አለማውቅ ላ ኢላሀ ኢላላህ እንግዲህ ምንና ምን እንደሆነ ከዚህ ከሚሰውት ጋር ቢያቁ ኖሮ ለዛ ነው እነዚህ ሰዎች ያ ኩፋሩ ቁረይሽ ያክል ውቀት የላቸውም ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ያ አቡ ጃህል ያክል ውቀት የላቸውም ብሎ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه ላይ የሚያስቀምጠው አሁን ይሄ ቃል እንዴት እንደሚከብዳቸው አህባሾቹ ሁሉ ይሄን ያነሱ እንዴት ሙስሊም ሆነው ሰው ከአቡ ለሀብ ጋር እኩል ያደርጋል ማለት ነው እኩል ከሆነ ታዲያ ምን ያርጉ እኩል ከሆነ እኮ ምንም ማድረግ አይችልም الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبحان الله التي تعدل ثلث القران اي تساوي بعد المالك متستكاكل ماله وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع القرآن معاني سوستين القرآن سنتين معاني يالله سوستين توحيدنا يونا قديم يورا للاو دمو قصصنا قصص قصص من التلوث الشلالي وأحكام أحكام وتشمناج وهذه الصورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده ينقدي ولما قلتوا فلتين اثنو ይሄን የሚያስቀምጡት ታዕዲሉ ሱሉሰል ቁርአን ነው እንጂ አላህ መተኛ አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ያሉት ቁርአን ተውሂድ አለው ቀሶስ አለው እንደገና ደግሞ አህካም አለው በዚህ ውስጥ አንዱን ይዛ አንዱን ጉዳይ ብቻ ተውሂዱን ይዛ ስለምታወራ ነው ማን ብለው ነብዩ አይደለም የተነተኑት ይሄንን ነብዩ ያሉት እንደው ታዕዲሉ ሱሉሰል ቁርአን ከዛ ዑለማዎቹ መጡና ምንድነው ለማለት የተፈለገው ሲባል ይሄንን አሉ አንዳንዶቹ የቁርአኑ ርዕስ ሶስት አይነት ነው አህካም ያወራል ስለ ተውሂድ ብቻ ያወራል የሆነ ቦታ ላይ እዚህ ደግሞ መጥቶ ስለ ታሪክ ይተርካል ቁል ወላሁስ ታሪክ የለም ቁል ወላሁስ አህካም የለም ያለው ምንድነው ስለ አላህ ተውሂድ ብቻ ነው የሚናገረው ስለዚህ ከሶስቱ የቁርአን ርዕሶች አንዱን ርዕስ ይዞ ስለመጣ ነው ታዕዲሉ ሱሉሰል ቁርአን የተባለው አንዱ ዑለማዎቹ በዚህ ዙሪያ የተናገሩት ሌሎቹ ደግሞ አይደለም እሱ ቁርአን ደም መቅራት 10 ጁዝ እንደመቅራት ነው ታዕዲሉ ሱሉሰል ቁርአን እንደዛ ብለዋል ይሄም ጠንካራ ማስረጃ አለ ይሄኛው ጠንካራ ማስረጃ አለ ለኔ አላህ መተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቶ ጊዜ ላ ኢላሀ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለ ይሄንን ያለ ሰው ከእስማኤል ዘሮች ውስጥ የተወሰኑትን ተባርነት ነፃ ከማድረጋ እኩል ይሆናል እያሉ ይናገራሉ ስለዚህ አዘክር በዛ ያክል እንደዛ እኩል ከሆነ ይሄኛው ከዚህ ጋር እኩል የማይሆንበት ምንም አይነት ምክንያት የለም አሉ ና ይሄን እንግዲህ ታብሏል ይሄንን ሸክ ነው ዘሚን ዛኛው ሸክ ላይ ተሰውላችኋል የዚህ ኪታብ ሸክ ላይ ማለት ነው ዛኛው ሸክ የዚህ ኪታብ ትልቁ ሸክ ፈሳረ ታዲሉ ፍሉሱል ቁርአን ወደሊሉ አላ هذه الصورة تعدل ثلث القرآن يا قرآن أن سوستني عندما تستحق المسرجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ عند سو سمعوا يقرأ من قل هو الله عالم يرددها إذا قدمت فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قاقل به سمع ودى النبي صلى الله عليه وسلم مدعنا فذكر له ذلك يعني لنبي نقراته بسم الله وكأن الرجل يتقالها وكأن الرجل سويجي مثلا يتقالها مئات النصاف نقري مثلا يقول والله هذا فكرة يا أدران إيالا عندهم كان اللي إيالا نقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ينهي نفسه بجمعنا بالله لا الله إنها لتعدل ثلث القرآن قال الإمام ابن القيم ولا حديث بكونها تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن تستاكل على جميل حديث تكاد تبلغ مبلغ التواتر مبلغ التواتر لدرس يقربون عشو انقدي حديث بهولتين السند لاي بهولتين يمدبال متواتر على عندنا دما احد على متواتر يمبالو بطام لا لا وشت تواطؤ ما ادرك በማይመቻቸው መልኩ በየደረጃው ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ያወሩ ሲል ሐዲሱን متواتر ይባላል متواتر መሆኑ በጣም በዛ ላይ እንድንተማመን ያደርገናል በውስጡ ባለው መልእክት ላይ እንድንተማመን ያደርገናል በአሐዱም እንድንተማመንም
كان الدرس حيث يقول الله جل شأنه الله بميل قذي قل أي محمد في هذا دليل على أن القرآن كلام الله قرآن الله نقدر مهن يا سجل قل يا لابن إذ لو كان كلام محمد وغيره محمد نقدر وإمي ليلو جبريل بها لم يقل قل قل بلا لنبر الله أحد ملو أي واحد لا نظير له نقدر أحدنا واحد ستشوف ذو انتم يالو أدلم واحدنا أحد تنشكي دون ذلك أحد من أسماء الله له قل هو الله أحد هو عندما تعب واحد من لهم من ذي القرآن لي مستعد وإلهكم إله واحد ما الفرق بين الأحد والواحد كتب على فرق في تفسير أسماء الله للزجاج الواحد يفيد وحدة الذات فقط بذاته عندي هنا بذاته يا من يبارى لله واحد يبارى أحد من الوقت يفيده بذاته والمعنى بذاته بمعنى بالتنية هنا بمعنى السن يمثل يلي المال بمعنى سن البيان داندو صفات السن يمثل يلي المال من إنما لفنا لا نظير له ولا مثيل له ما لفنا أحد من له أحد من له فلذي السن يمثل فرض يدقس هالله شكنا هون الزقا أحدنا واحدا تمسى صيبهنا ملكو يفسروا مثلا والله أعلم بالصواب أي واحد ألو هنا أحد سيفسر ساتو واحد لا نظير له ولا وزير مرقدة طعم تكرار متداخل واحد ملون بذاته يعني أنه أحد ملون بذاتنا بصفاته نسوم نسلي لله ملان. واحد لا نظير له واحدنا لسو نظير لله بدي لله ولا وزيرا وزير لله وزير ما لتهم ماكاري ما لتهم أهون منيستر من يبالو وزير لهم يجب أهون بالو أطرح أما كاري ما لتهم ولا مثيل مثيل ولا شريك له الله الصمد مالت الله السيد مالت صمد مالت الله عليك عنه الذي كمل في سؤدده بالك أنه يمول لا يهنه وشرفه وعظمته وشرفه بعظمه هي الصمد من لبذو معنى الذي لا جوف له يلا تفسير كتاب الاسكوب الصمد الذي تصمد إليه الخلائق فترة أثبات تقالي ودسه يميت تقو متقع يهنا تبلو ببذو تفسير مثلا كالنزاوس عندنا ساتو يا نسو السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه ب عليك أنته بشرفه بعظمه يلاك أي هنا سيدي هنا وفيه جميع صفات الكمال بذي الصمد ملوث كلهم يا كمال بهريات تكتول يملو النسباري والذي هنا متونا يعني يوم ما أنا متوت متكامله تصمد إليه الخلائق فترتات كله يمت الجبة وتقصده يمقصد في جميع حاجاتها ومهماتها بحاجات سونا بمئة سلكات سونا بكله يمقصد اسمه لم يلد ولم يولد ملو ليس له ولد ولا والد مالتنا لسه ولد ملو ولا جمله مال لم يلد مالته ليس له ولد مال بجله مال ولا والد مال ولم يولد وفي الرد على النصارى بنصارى وجه لي الرمتية ستنوه ومشرك العرب بعرب مشرك وجه لي الذين نسبوا لله الولد لا الله لجن ينسبوا يهونوا سليه الملو ولم يكن له كفوا أحد ملو ليس له مكافئ أتشاي لهم ولا مواثل ولا نظير مما سأصلون بيت إمالا وشاهدوا من هذه السورة كذي سورة هم شاهدوا منهم يفلقهم أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات نفي والإثبات إذن لج تضمنت بوسطى أكفال إذن لج الله أحد الله الصمد ملو إثباتنا لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.